ما حكم قراءة سورة الفاتحة للميت؟ كان العلماء في ذلك بعض اهل العلم يرى ان لا باس ان يقرا القران الميت ويدعو الميت، قالوا ان كسائر القربات يعني كما يدعو له كما يتصدق عنه، كذلك اذا قرا القران الفاتحه ويقرا قالوا لا باس ان يدعو بها الميت. وقال اخرون هذا الشيء لم يقع عن السلف لا عن الصحابه ولا من بعدهم من السلف المعروفين انهم فعلوا هذا الميت دعوه له، فلولا ترك ذلك فاقرب الاولى ترك هذا يقرا نفسه بسبب نفسه، هذا هو الاولى والافضل والاحرص. من يقرا على حافه القبر وهم يحفروا يبعدوا ويقرا لهم يمتهنوا ويكسرون؟ ما يقرا على القبر ولا النبي صلى الله عليه وسلم دفن كثير من الصحابه ولا يقرا عند قبره، هذا بدعه. لا اذا عند قبر يكون الوعظ والتذكير لله والاعلام بالاخره تنجز القبر وما فيه من الاهوال، هذه السنه. اما ان يقرا عند قبر لا، التذكير يكون للاحياء ام للميت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثه عند قبر إذا الناس ذكرهم وعظهم ذكرهم بأمر القبور أو الجنة والنار حتى يستعيدوا للقاء الله، يذكروا الأحياء الحاضرين على الأحياء الميت لا يسمع.